السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل قواعد الوحدة الثالثة من كتاب الزيتونة اللي هو بتاع كتاب الجاينتس الفاينل ريفيجن، الجزء الخاص بالقواعد. بس في رجاء لو طلعت بأي معلومة من الفيديو اكتب تعليق علشان نستمر في تكملة الكتاب. لو ما طلعتش معلومة ما تكتبش حاجة، وانا هفهم كده ان انت الكتاب مش لازمك. اول سؤال بيقول له I will stay here till، عندك الرابط till اهو. الرابط till بيربط طريقتين ببعض. ايه الطريقة الاولانية؟ ان هو بيربط ماضي بسيط مع ماضي تام. ماضي بسيط till وانتل بيربط ماضي بسيط مع ماضي تام، او مضارع بسيط او مضارع تام، مضارع بسيط او مضارع تام مع مستقبل او امر. طيب انت عندك تيل وعندك ويل مستقبل بسيط، يبقى انت عايز بعد تيل مضارع بسيط او مضارع تام. طيب انت عندك مضارع تام اللي هو رقم سي اللي هو هاف كام، وعندك كامز. طيب عندك مي، مي مفرد مش هتنفع تيجي مع هاف، يبقى ناخد كامز. بليز علي، من فضلك يا علي، نقط برد بيفور يو كام هوم. عندك رابط بيفور، الرابط بيفور والرابط افتر بيربطوا بين ازمنة الماضي البسيط والماضي التام، وبيربطوا بين المضارع البسيط وبين المستقبل البسيط. طيب هو هنا جايب بيفور وبعدين جايب كام مضارع بسيط، يبقى انت عايز قبل منه مستقبل. طيب مستقبل في صيغة السؤال انه جاب علامة استفهام، يبقى will you buy مستقبل قريب، مستقبل بسيط. رقم ثلاثة، طبعا مش هقول بقى ان ديت مضارع، ان الرقم سي ماضي بسيط ورقم بي مضارع تام ورقم دي ماضي تام، المفروض انت عارف الكلام ده. رقم ثلاثة، I not to the theater until، عندك الرابط until اهو وجاي بعد منه مضارع، يبقى انت عايز قبل منه مستقبل بسيط. في مستقبل بسيط اللي هو وان تو جو رقم سي. رقم أربعة، وانس اي نوت ذا ميتنج، رابط وانس برضه اهو موجود بيربط في كذا سكة برضه، ممكن يربط في المضارع وممكن يربط في الماضي، يجي بعد منه ماضي بسيط هنشوف. وانس اي نوت ذا ميتنج اي ويل جو، جايب ويل والمصدر، يبقى انت عايز بعد وانس مضارع بسيط او مضارع تام. مضارع بسيط او مضارع تام، فين هنا؟ في مضارع تام اهو اللي هو رقم سي هاف فينيشت. وين اي ريتيرن هوم، عندما اعود البيت، اي نوت ستادينج، عندك الرابط وين وجايب لك بعد منه مضارع، يبقى انت عايز مستقبل. الرابط وين وبعد منه مضارع، يبقى انت عايز مستقبل. فين المستقبل؟ اللي هو want start رقم ايه. طيب مش هاخد not going to start ليه؟ ما هو مستقبل، لان لازم يكون في I am not. طيب اخد will start، ما هو مستقبل برضو، بس معنى الجملة مش هيتفق. هو هنا بيقول لك ايه بقى؟ انا هذاكر ولا انا مش هذاكر؟ because I have a headache، لان انا عندي صداع، يبقى انا مش هذاكر، يبقى want to start. رقم ستة، the moment، في اللحظة، I not everything for the party، I will contact you، في اللحظة اللي انا هكون خلصت فيها كل حاجة انا هتصل بيك. طيب انت عندك الجملة، زمن الجملة will والمصدر، يبقى انت عايز قبل منه مضارع بسيط او مضارع تام. فين هو؟ في رقم دي اللي هو have prepared. رقم سبعة، as soon as، بمجرد ان you see the criminal، مجرد انت تشوف الكريمنال، عندك الرابط as soon as وعندك you see مضارع بسيط، يبقى انت عايز will والمصدر، يبقى will telephone. رقم دي رقم ثمانية، I can't meet you since، since هنا مش معناها منذ، since هنا معناها لأن،
انا مش هقدر اقابلك لان ايه كذا 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 كذا. انا عايز اقول على حاجه على جمله I can't meet you او I can't see you. الجمله دي بتيجي علشان تبين ان الفعل اللي جاي بعد منها فعل مستمر. انا مش هقدر اعمل كذا لان في كذا هيتعمل، في حاجه هتتعمل. يبقى اول ما اشوف I can't meet, I can't see, I can't اي حاجه, I can't hear, يبقى ده معناه ان الزمن الثاني هيكون في الاستمرار. طيب فين في فين في الزمن اللي في الاستمرار دلوقتي اللي هو رقم سي will be revising. تسعة بيقول لي once I'm not sure the car is ready for the journey. طيب I will contact you, يعني بمجرد ان العربية تكون جاهزة انا هتصل عليك. جايب will والمصدر والcontact يبقى انت عايز بعد once هنا مضارع تام او مضارع بسيط يبقى have made هو المضارع التام اللي موجود. رقم عشرة when I not the news I will tell you, برضو will tell will والمصدر يبقى انت عايز بعد when المضارع تام او مضارع بسيط يبقى have got مضارع تام. 11 you will be late for your train, انت هتتأخر على القطر. I not you to the station if you like, عندك الرابط if وعندك like مضارع يبقى انت عايز will والمصدر. طب فين will والمصدر؟ will drive رقم C. رقم 12 بيقول لي they have made all arrangements. اول ما تشوف كلمة arrangements عندك اهي في كده تعبيرات هقول لك عليها. لما تشوفها التعبيرات دي تختار زمن ايه. كلمة arrangements دي اول ما شفتها كده تختار مضارع مستمر، تختار مضارع مستمر يبقى are holding. تلتاشر I predict اول ما تشوف كلمة predict يبقى انت كده في تنبؤ يبقى اختار قول المصدر او going to. قول المصدر لو مفيش دليل وgoing to المصدر لو في دليل. I predict that احمد بتنبأ لاحمد not a part time job during the next holiday. يبقى انا عايز قول المصدر او is going to. مفيش is going to بس في قول المصدر اللي هو will find. طب مش معنى هو جايب will find ومجابش is going to لان مفيش دليل. 14 he will have his lunch as soon as. جايب الرابط as soon as وجايب will والمصدر يبقى انت عايز بعد as soon as مضارع بسيط او مضارع تام. في المضارع تام مفيش في مضارع بسيط اللي هو reaches رقم B. 15 our school not part in the top form contests next week. اول ما تشوف مناسبات حفلة او مناسبات او اعياد زفاف او حاجات من دي حفلات زفاف يبقى انت كده في المضارع المستمر. عندك المدرسة هتشارك في حفلة اسمها top form contests next week يبقى انت كده مضارع مستمر يبقى is taking مناسبة. 16 this time next week هذا الوقت الاسبوع القادم نقط ات حلوان if you need عندك الرابط if وعندك need فعل مضارع يبقى انت عايز will والمصدر. طيب فين will والمصدر؟ طيب انت عندك will stay و will be staying. طيب و am going to stay كل دول ينفعوا بس انا هختار مين فيهم بقى. انت عندك this time next week خد بالك من التعبير ده لما يقول this time next week في هذا الوقت الاسبوع القادم او this time next year او this time this month next month يبقى ده هنا بيحدد وقت وطالما بيحدد يبقى في المستقبل مستمر. طالما بيحدد الوقت يبقى مستقبل مستمر يبقى will be staying يعني في هذا الوقت انا هكون بعمل كذا كذا كذا.
17 باي ذس تايم نيكست مانث، انت عندك كلمه باي ومده، يبقى انت عايز مستقبل تام. مستقبل تام فين؟ في رقم سي اللي هو will have completed. 18 I can't see you، انا قلت لك تعبير I can't see يبقى انت عايز مستمر على طول، يبقى I am doing. رقم give this money back، رجع الفلوس، or we not call the police، والا نتصل بالبوليس. يبقى ده تهديد، التهديد بتستخدم معاه ويل والمصدر، التهديد والطلب والوعد والعرض بتستخدم معاهم ويل والمصدر والاعمار، يبقى بي. 20 at this time next friday، ده وقت محدد برضه اهو، في المستقبل، ما يكون في وقت محدد في المستقبل، يبقى انت كده مستقبل مستمر، يبقى will be flying. رقم C. 21 he has already decided، انت عندك already decided، ده قرار متخذ من قبل، يبقى انت عايز going to، قرار او نية، يبقى انت عايز going to. going to بتستعرف في ثلاث حاجات، قرار، خطة، نية، او في التنبؤ بدليل. يبقى انت هنا قرار من قبل اهو، has decided، has already decided، يبقى انت عايز is going to المصدر، يبقى is going to sell. رقم ايه؟ 22 I know the house work all the morning tomorrow، كلمة all وبعدين فترة زمنية، يبقى انت كده عايز مستمر على طول، عايز مستمر، مستمر فين؟ يبقى will be doing. رقم سي. 22 طبعا رقم A ده مبني للمجهول، و B برضو مبني للمجهول، وفي رقم دي going to عايز قبلها is و are، قبلها قبلهم أول. 23 بتقول لي over the next few years، خلال السنوات القادمة، over the next few years، التعبير ده بيدل على الاستمرار. طب استمرار في المضارع ولا استمرار في المستقبل؟ لا استمرار في المستقبل، لأنه بيقول لي next few years، في السنوات القادمة، خلال السنوات القادمة، هما يكونوا بيبنوا كوبري ضخم فوق النيل، يبقى أنا عايز مستقبل مستمر، يبقى will be building. global warming الاحتباس الحراري not in future. طيب الاحتباس الحراري واتكلمنا في الفيوتشر في المستقبل، يبقى انا عايز الجمله بتعبر عن المستقبل، يبقى will still be rising. رقم سي يريد المستقبل بس. 25 look انظر where you are going، انت رايح فين، you not into a hole، ده كده تحذير، يبقى going to والمصدر. خد بالك لما تلاقي كلمة لوك واتش اوت احترس بي كيرفول، يبقى انت عندك حاجتين، يا اما جوينج تو، يا اما ام واز وار وجوينج تو والمصدر، يا اما ام واز وار والفعل اي ان جي. هقولها تاني، الحتة دي مهمة، لما تلاقي لوك وعلامة تعجب، او واتش اوت وعلامة تعجب، او بي كيرفول وعلامة تعجب، يبقى انت عندك حاجتين ينفعوا، يا اما از جوينج تو والمصدر، يا اما از وار از ام واز وار والفعل اي ان جي. امتى هختار دي وامتى هختار دي؟ لو الحاجه هي اللي بتتحرك، لو الحاجه هي اللي بتتحرك هتاخد جوينج تو، لو الحاجه ما بتتحركش يبقى هتاخد ام واز وار والفعل اي ان جي. طيب هو هنا هو بيقول له وير ار يو جوينج، رايح فين، يعني معنى كده هو اللي بيمشي هو اللي بيتحرك، يبقى ناخد ار جوينج تو، يبقى رقم دي. حتى لو كان في ار وفعل اي ان جي هنا ما كنتش خدتها، ما كنتش خدتها ليه؟ لان هو الشخص هو اللي بيتحرك.
يعني am و is و are going to بتدل على حركة الشيء نفسه، الشخص أو الشيء. إنما am و is و are going to بتدل على حركة الشيء. طب am و is و are الفعل ing بيدل على إن الشيء ما هو مش بيتحرك. 26 I am saving up، أنا بوفر. أي نقط أقار، أنا هشتري عربية. يبقى ده ايه؟ ده قرار من قبل، قرار بنية، قرار بتخطيط. طيب يبقى ياخد going to المصدر، يبقى I am going to buy. رقم بي. 27 We are having an exam next week. احنا عندنا امتحان الاسبوع القادم اتنقط at 9 o'clock. طيب لما يكون عندك مواعيد، جدول مواعيد، مواعيد حصص، مواعيد امتحان، مواعيد اقلاع طائرة، مواعيد تلفزيون، ميعاد برنامج، ميعاد فتح محلات، كل جدول المواعيد ده بنعبر عنه بالمضارع البسيط، يبقى starts. رقم بي. 28 باي وسنة في المستقبل scientists will، يبقى انت عايز مستقبل تام، يبقى ها في المستقبل ها التام will have والتصريف الثالث يبقى have invented. طيب هو برضو رقم دي مستقبل تام بس مبني للمجهول، هو بيقول لك scientists will، علماء سوف يخترعوا، يبقى كده الجملة معلوم. العلماء، العلماء هو بدأ بالعلماء الفاعل، يبقى كده الجملة معلوم ماهياش مجهول. رقم دي كده مجهول ما تنفعش. 29 the bridge الكوبري not across the river next January. الكوبري ايه؟ عبر النهر next January في يناير القادم. 30 عايز يقول ان الكوبري هيتبني نيكست في جنيوري. طيب انا عايز كده جملة مبنية للمجهول، جملة مبنية للمجهول. فين مبني المجهول؟ رقم دي يطلع برا ورقم سي يطلع برا. فضل عندي بي اللي هي will have been built و will be built. طيب هو ما قالش هيتبني ايه بحلول كذا، هو قال هيتبني بس، يبقى will be built. رقم ايه؟ عارف لو كان قال باي نيكست جينيوري كنا خدنا ويل هاف بين بيلت. رقم 30 وي هاف ديسايدد، احنا صممنا. عندك كلمه ديسايدد اهي، يبقى ده قرار من قبل، قرار من قبل. يبقى انت عايز جوينج تو المصدر، يبقى ار جوينج تو ميت. رقم ايه؟ 31 زي نقط فور باريس تومورو they have arranged everything. او ما تشوف كلمة arranged او كلمة booked حجز تذاكر، يبقى انت كده في المضارع المستمر. arranged و booked يعني يعمل شيء على الارض، شيء ملموس. arranged او booked tickets او make passport او حفلة او مناسبة، حاجة بتتعمل على ارض الواقع، يبقى كده مضارع مستمر، يبقى are leaving. 32 where do you intend to spend this weekend. intend نية اهي، يبقى انت عايز going to، يبقى am going to visit. رقم بي. 33 she expected that she not the highest mark this year. expect يبقى انت عايز قوله المصدر او is going to المصدر، لو في دليل يبقى going to المصدر، مفيش دليل يبقى قوله المصدر. هنا مفيش دليل، بتتوقع ان هي يكون عندها درجات اكتر السنه، هذه السنه، يبقى ويل جيت بدون دليل، تنبؤ بدون دليل. 34 بيقول لي ا نيو بريدج كوبري جديد نقط هير باي ذا جفرنمنت بالحكومه باي ذا اند اوف ذا يير بنهايه السنه، يبقى انا عايز كده مستقبل ويكون تام ويكون مبني للمجهول لانه بادئ بكلمه بريدج. طب فين بقى الاول مبني للمجهول؟ مبني للمجهول ايه؟ تطلع بره، بي تطلع بره، دي تطلع بره، مفيش مبني للمجهول الا رقم سي will have been built مبني للمجهول. مبني للمجهول في المستقبل التام ليه؟ علشان
ببني المجهول علشان بدأ ببريدج ومستقبل تام لانه كاتب باي ذا اند اوف ذا يير جايب باي وبعدها مده 35 ات 8 اوكلوك تومورو في الساعه 8 غدا نقط ذا ماتش ويز ماي فريندز ده توقيت في المستقبل توقيت محدد في المستقبل يقولنا مستقبل مستمر توقيت محدد في المستقبل يبقى احنا كده مستقبل مستمر فين المستقبل المستمر اللي هو ويل بي واتشينج رقم ايه زابلين تو فرانس الطائرة اللي راح فرنسا نقط اوف هتقلع الساعة 7 غدا طيب يبقى ده جدول مواعيد جدول مواعيد طائرات جدول مواعيد محلات جدول مواعيد حصص جدول مواعيد امتحان يبقى مضارع بسيط يبقى تيكس It is so cloudy. ده دليل اهو. الدنيا مغيمة. I think. انا اعتقد. يبقى انا عايز going to المصدر على طول. لما يكون في تنبؤ بدليل. يبقى رقم دي. 38. I not abroad to complete my study. It is my own intention. عندك كلمة intention اهي. او ما شوف intention. Decision. Decide. Decided. Plan. يبقى ده كله. Going to المصدر. يبقى ناخد am going to المصدر. وطبعا الطريقه دي في حلوه في الحل على اساس ان انت ما تحلش في الحل بالاستبعاد احنا حلينا بيه قبل كده بس لقيناه ان هو بياخد وقت عشان تقعد تستبعد كل كلمه هتاخد وقت منك في الامتحان وقت الامتحان هيخلص انت تحل بالطريقه دي وبعد كده ما تيجي تراجع تراجع بالاستبعاد بقى لازم تعرف اول ما تشوف حاجه تختارها اول ما تشوف حاجه تختارها انما موضوع الاستبعاد ده عايز ان انت تفلي بقى كل كلمه وتشوف الصح فين والغلط فين وتقعد تفرز هتاخد منك وقت الفرز ده خليه في الاخر في المراجعه 39 زي نقط ابارتي نيكست ويك ايفريثينج از ارينجد انت شفت كلمه ارينجد اه شفت كلمه ارينجد يبقى ده على طول كده مضارع مستمر ار هافينج وهافينج هنا مش معناها يمتلك هافينج هنا معناها يتناول اصل لو معناها يمتلك مش هتيجي في الاستمرار رقم 40 واتش اوت برضه احترس يو نقط ذا فلاور فاز انت هتكسر الفازه وانا قلت لك الشيء اللي بيتحرك هو هياخد جوينج تو يبقى ار جوينج تو دروب رقم سي 41 اي ام ذا فيرست وان تو كونجراتوليت انا اول واحد اهنئك يا علي هيز بيرثدي نقط تمره يعني عيد ميلاده هيكون غدا طيب عيد ميلاده سيكون غدا اما بنيجي نتكلم عن الاعمار بناخد وله المصدر بنتكلم عن الاعمار يعني مثلا ماي فازر ويل بي 60 نيكست يير بناخد ولو المصدر طيب وبرضه ما بنتكلم عن الاعياد او المناسبات بناخد ولو المصدر طيب هنا بنقول له ان عيد ميلاده هيكون غدا يعني هيكون تم مثلا 18 سنه او 17 سنه يبقى احنا هنقول ويل بي 42 اي هوب انا اامل اي هوب على طول ولو المصدر او ام جوينج تو المصدر بس هنا جوينج تو ما فيش قبلها ام يبقى ما ينفعش يبقى ويل جيت 43 مستر احمد درايفز هيز كار فيري فاست بيسوق العربيه بتاعته بسرعه هي نقط ات ويرك اون تايم وعايز يقول لك هو هيوصل للعمل بتاعه في الوقت المحدد طيب انت عندك هو بيسوق بسرعه رقم 43 وبيسوق بسرعه يبقى ده دليل دليل يبقى انت عايز جوينج تو يبقى is going to arrive رقم سي 44 I not my dentist at 7 o'clock I have already had an appointment اول ما تشوف ان الراجل عمل appointment كده انا حددت ميعاد يبقى انا كده على ارض الواقع يبقى انا كده مضارع مستمر يبقى am seeing وسينج هنا مش معناها يرى لان لو معناها يرى مش هيجي في الاستمرار هو معناها يقابل طبيب الاسنان
45 I made up my mind. أنا قررت. Made up my mind قررت. أول ما شفت الجملة دي كده يبقى going to المصدر. يبقى going to المصدر قرر. يبقى am going to study. 46 وش sentence grammatically incorrect. جملة في دول خطأ. I am going to be a famous doctor. يعني أنا هكون دكتور مشهور. ده تنبؤ. ماشي. مفيش حاجة. طب رقم بي I will help you أنا سوف أساعدك ماشي فاش حاجة برضو I am visiting my ill friends tonight أنا هزور أصدقاء المرضى الليلة ماشي ضيف المريض الليلة ماشي طب دي It is really dark الدنيا ده مغيمة It will rain هتمطر إذا كان عندك دليل اللي هو dark أهو دليل إزاي جايب will والمصدر يبقى انت المفروض ما تجيبش will والمصدر المفروض تجيب is going to والمصدر يعني نشيل will ونجيب is going to بدل will rain تبقى is going to rain لو كنت استفدت من الفيديو اكتب تعليق إيه الحمد لله ما استفدتش ما تكتبش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته